الباب السبعون ومئتان. باب تحريم الحسد، وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، سواء كانت نعمة دين أو دنيا. وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. رواه أبو داود. وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث.